من العديد من المضادات الحيوية التي تستعمل اليوم، كما يحتوي الثوم على أكثر من 400 مكون معدني، بما في ذلك الكثير من مضادات الأكسدة التي تمتلك خصائص علاجية جمة. أهم الفوائد الصحية للثوم: يمنع آثار الشيخوخة وانسداد الشرايين، يحد بشكل كبير من الكوليسترول السيء في الدم، تقوية جهاز المناعة ودعم آليات الجسم الدفاعية ضد المؤثرات الخارجية الضارة، قتل أنواع عديدة من البكتيريا الضارة، الحماية من أمراض القلب والتقليل من تكوين الدهون الثلاثية في الكبد التي تساعد على تطور تصلب الشرايين، تخفيض ضغط الدم وتقليل الالتهابات، علاج فعال لنزلات البرد الشائعة، تقليل اضطرابات الجهاز العصبي. يساعد الثوم على قتل الأورام الخبيثة في